النهاردة هقول لكم مكونات التيراميسو. عندنا ووتينج تي، عندنا نسكافيه، سكر، لبن، وقهوة للتزيين، وكريمة، وبسكوت سافايور، ولو مش موجود بسكوت ميري أو مايس، وكاسات اللي هنعمل فيها التيراميسو. طيب دلوقتي هنحط المكعبتين الوتينج تي، هنفتحهم وبعدين هنحط عليهم بقى الميه وايه ونضربهم. هنحط عليهم ربع كوباية مية ساقعة، وبعدين هنضربه. خلوا بالكم ما تشيلوش المضرب وهو لسه شغال عشان الكريمه ما تطلعش بره. هنحط نص العلبه. دلوقتي سخنا اللبن وهنحط عليه سكر ونسكافيه وهنقلبه. المقادير موجوده في الديسكربشن بوكس فبيبص عليها بس، وهنقلبهم اهو. اللبن احنا سخناه في الميكرويف، لازم يكون سخن. لغاية ما نتأكد ان السكر والنسكافيه دارت، هنجيب طبق هنحط تحت طبق هي الكريمة اللي احنا ضربناها، وبعد كده هنجيب البسكوت اللي قلتلكوا عليه في الأول، وهنروح يعني مغمسينه بسرعة جدا في النسكافيه يعني ثانية كده تمام، وبعدين هنروح حاطينه راصينه فوق طبقة الكريمة. بس هو فعلا يعني بيدوب بسرعة فما تسيبوش اكتر من ثانية برضو. هنحطه كده وبعدين هنعمل طبقة تانية نفس الحاجة، بين كل طبقة وطبقة نحط اللي هي الكريمة اللي احنا عملناها للطبقة. لازم نخلي بالنا ان كل اللير تكون متغطيه بالكريمه خالص، متغطيه تماما بالكريمة.